اليسار المغربي هو في واحد اللحظة في واحد المنعطف المتعلق بخلق واحد ميزان قوى جديد في البلاد، واللي عطى اليسار مكانته التاريخية اللي دائما كانت حاضر فيها، وهذا اللي أدى بنا احنا في الأحزاب الثلاث والتنظيمات الثلاث ديال الفدرات اليسار أننا نتجهوا نحو وحدة اندماجية تحدي الأساسيين وننجحوها، ننجحوها على مستوى التصور الفكري والهوياتي ديال الحزب اللي احنا مقبلين على تأسيسه، وكذلك على مستوى التنظيمي، على مستوى الانفتاح ديالنا على كل القوى والنشطاء اليساريين في بلادنا باش يرجع اليسار مكانته ويقوم بمهامه بما فيها المهام ديال الدفاع على الشريحة العريضة ديال المغرب، حنا ديال المجتمع المغربي. حنا كنشوفوا اليوم كيف ان السياسة الحكومية اللي هي بطبيعة الحال كتطغى عليها واحد النوع ديال، هي سياسة في الواقع ديال الباترونة، هي سياسة ديال رأس المال الكبير، وهذا كيطرح في المقابل ما كاينش واحد قوى مضاده اللي قادره انها توقف وجه التغول ديال راس المال. كيف ان الغلاء اليوم كاين في مجموعه ديال المواد اساسيه، وان المواطنين بصفه عامه شريحه مختلفه منهم كتعاني كثير بس القوت اليومي تاع اللي اصبح كيطرح مشكل كبير، وما كاينش سياسه اليوم اللي حد الان رئيس الحكومه يلا سمعتوا الان ما عندوش سياسه لمواجهه هذا الشيء. والحال اننا حنا في فترات اللي قدمنا مجموعه من الحلول، مثلا التسقيف ديال بعض المواد، تحديد الهامش ديال الربح ديال المواد الاساسيه، كذلك الدوله ممكن انها تقوم بترجع الناس فلوسهم، لان اللي كيستافد من هذا الغلاء مثلا ديال الغازوال هي الخزينه كذلك، لان الضريبه على القيمه المضافه ولا تيك الضريبه على الداخل السيلك كتطلع بشكل كبير. اذا هذا الشيء كامل ما عندوش، وكان الحكومه ما مسوقاش هذا الشيء. هذا لما كتقول لك كاين الغلاء ولكن ما كتقولش شنو خصو يدار باش يمكننا نتجاوزوا هذا الغلاء. حكومه العالم كامل هناك برامج اللي كتستهدف المواطنين وكتستهدف الشرائح الدنيا منهم لمواجهه الواقع ديال الغلاء. هنا كيقولوا كاين الغلاء وصافي وما كاين والو، وبناء ان الغلاء ممكن يتزاد، هذا اللي خصنا نعرفه، ممكن الغلاء يتزاد غدا وبالتالي يطرح علينا مشاكل كثيره في المستقبل.